في وقت تفاءل الجزائريون بحسم التأهل مبكرا إلى كأس أمم أفريقيا القادمة بعد القرعة التي وضعت الجزائر إلى جانب منتخبات ليسوتو، السيشل وإثيوبيا، يواصل الناخب الوطني كريستيان غوركيف خرجاته الغريبة بإطلاقه تصريحات انهزامية مقللة من شأن الخضر. نتابع تفاصيل مع بدر الدين حجة. شكلت تصريحات الناخب الوطني كريستيان غوركيف بعد سحب قرعة تصفيات كأس إفريقيا للأمم صدمة لدى الشارع الرياضي الجزائري، بعدما وصف المجموعة العاشرة التي تعتبر أحد أسهل المجموعات على الورق بالصعبة. غوركيف الذي يملك لاعبين من أعلى طراز ضمن صفوفه ومطلوبين في أقوى الفرق الأوروبية، صدم الجميع بتخوفه من مجموعة تضم منتخب لوزوتو صاحب المرتبة 122 عالمياً ومنتخب سيشل الذي يقبع في المرتبة 189 من أصل 209 منتخبات تنطوي ضمن لواء الفيفا، في حين أن المنتخب الإثيوبي الذي خصه غوركيف بالحديث ووصفه بأنه أخطر المنتخبات في طريق الخضر إلى كان الجابون فيحتل المرتبة الواحدة بعد 100 وسبق لرفقاء فيغولي أن هزمه ذهبا وإيابا. وإن كان الناخب الوطني الذي يحصل على أغلى راتب لمدرب منتخب في إفريقيا استخدم خصيصا لمواصلة المسيرة الجيدة التي توهجت في مونديال البرازيل لنقل مستوى الخضر إلى المرحلة التالية، متخوف من هذه المجموعة في حين أن طموح الشارع الرياضي الجزائري لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى العودة بالكأس القارية بعد الخيبة التي صاحبت إقصاء الخضر من كان غينيا الإسوائية. أنا في رأيي تصريح هذا مبالغ فيه، وهذا راه يصغر من الحجم تاع المنتخب الوطني ويقول بلي حنا شغل مازال ما وصلناش وحنا عندنا امل باش نروحوا بعيد ان شاء الله باش ندوا لكوب دافريك باش نديروا كشعبسه في لاكوب دي موند 2018، ماشي لدرجه انك السيشل وهادو. انا جوي كونتر. احنا الشعب الجزائري عندنا بزاف حنا نستناو في هذا التتويج، وتبان لي هذه الفرصه هي الوحيده باش نكونوا نكاليفيو. فكيف ستكون تصريحات غوركيف لو وقع مثلا في المجموعة السابعة التي تضم نيجيريا ومصر أو المجموعة العاشرة التي تضم الكاميرون وجنوب إفريقيا؟